الاب ديالي فنان كبير اللي هو عبد الله الفضيلي، وكان بدا هو وعمي عزيز الفضيلي، كانوا بداو صندوق الفراجة. صندوق الفراجة كان المغرب كله كيعرفهم، وانا خديت هذا الفن من الاب ديالي. كانت لقاء ولكن غير في المناسبات، ما كنشوفوش بزاف. كانت تلقى مع حنان يعني غير في المناسبات، الا تصادفنا في دار العم ديالي ولا هذا، ما كنشوفوش بزاف. لا هما لاباس عليهم الحمد لله، لاباس حنا بصحتهم، لاباس عليهم بخير. لكن في العمل صراحه باقي ما اشتغلناش اونصومبل. وهذا السؤال هذا يعني الا تلاقيت معهم شي نهار وجه لهم هما هذا السؤال، دابا ملي وركتي ليا غادي نقول لك اسيدي اللي كاين. عادل كان عيط ليا في لابريغاد، ومن بعد خدمت ديك اللقطه وما كملتش، ما حتى شفت لابريغاد باديه وانا ما كملتش التصوير لحد الان. ما عرفتش شنو هو السبب، شنو السبب اون جينيرال. انا بصراحه ما عرفتوش، ما كاينش حساب. ما يمكنش نعاتب شي واحد على شي حاجه اللي ما مفروضاش عليه كيف قلت لك، ولكن الحاجه كون كنت غادي نكون مفتخر بها. يعني ملي كتشوف يعني العائله ديالك كلها في الدومين، يعني بنت عمك يعني فكاهيه مرموقه، ولد عمك مخرج، انا كنقول عمي هذاك حاجه اخرى، الحاج الله يطول في عمره ويعطيه صحته. انا كنقول يعني بالنسبه ليا يعني سي دوماج يعني كل لقيت المساعده منهم يعني كنت غادي نختصر بزاف ديال الحوايج. وكاينين الناس دابا كيقولوا انت من لافامي ديال الفضيلي، داكشي علاش عندك هذا لافونتاج وهذا لافونتاج وهذا لافونتاج. وهذوك الحوايج اللي درت انا درتهم اوتون كوزياد، يعني ما درتهمش اسم العائلي. وي هو اسم ديال العائلي يعني الفضيلي اللي المغاربه كلهم كيعرفوه، لكن انا دابا اللي من بعد مشيت كنجري وكنحاول نزيد نقش الاسم ديال الفضيلي في الساحه الفنيه. هو زياد كوميدي الحمد لله قناة ناجحة، الحمد لله عندي دي فان في المغرب كامل، اللهم لك الحمد. هذه حاجة كنحمد عليها الله. والسبب هو هذا، يعني ما لقيتش المساعدة لا من الانتيريور لا من الاكستيريور. الوغ نط خدمت راسي، درت اون شين يوتيوب وعطيت داكشي اللي عندي، خرجته للناس ولقى اقبال. يعني كل ما كانش في الدية كيف كنقولوا كتقول أح وبردات، ولكن ملي كتشوف أنك فنان وعندك ما تقول وعندك جمهور، هنا كتولي القضية فهمتي. لا من نقول لك. والحمد لله الحمد لله القناه ديالي ناجحه، عندي لي فان ديالي بلوك، يعرفوني الناس متبعيني لا في داخل المغرب ولا خارج المغرب، وهذا افتخار. والسبب هو قله المساعده، يعني مشيت كيف كنقولوا دمرت على راسي. انا ساكن في الرباط وهما ساكنين في كازا، ربما ما نقدروا نسبيوها في البعد. هو سي فري حنان هي يعني كوميديا اللي كنحترمها وبنت عمي والوحيده اللي كدير يعني ليمور يعني سوغ سين في المغرب، وكنحترم على هذه المساله. هذه عادل سي فغي من المخرجين المتميزين، يعني ما غاديش نقدر نقول نلوم شي واحد على شي حاجه اللي هو ماشي مفروض عليه. هي كون كانت غادي تكون احسن، وحتى انا غادي نكون مفتخر بها. الا ما كايناش كيبقى اختيار شخصي ديالهم، ما نقولوش عليه. هذا الشيء اللي غنقدر نقول.